مشاهدينا الكرام، وسعد الله مساءكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية سومالان نقدم لكم نشرة الأخبار وأبرز العناوين فيها. المتحدث الرسمي بقصر رئاسة جمهورية سومالان سعادة أحمد سليمان دحل وتصريح لوسائل الإعلام. مشاركة كل من وزير وزارة التربية والتعليم العالي ونائب وزير وزارة الشؤون الاجتماعية في حفل تعليمي موسع. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، والآن إليكم النشرة بالتفصيل. صرح اليوم المتحدث الرسمي بقصر رئاسة سومالان أحمد سليمان دحل لوسائل الإعلام معربا عن أسفه لما قد صرح به عدد من مسؤولي الأحزاب المعارضة خاصة حزب وطني وما أشاعوه من تدخلات حكومة سومالان في الأمور الخاصة بمجلس النواب، واصفا إياها بالأكاذيب التي لا صحة لها. صرح اليوم المتحدث الرسمي بقصر رئاسة الجمهورية سعادة أحمد سليمان دحل لوسائل الإعلام معبرا عن أسفه لما صرح به بعض مسؤولو أحزاب المعارضة خاصة حزب وطني وما أشاعوه من تدخلات حكومة سومايلان في أمور خاصة بمجلس النواب، واصفا إياها بالأكاذيب التي لا صحة لها، مضيفا من خلال حديثه أن مجلس النواب وقصر رئاسة الجمهورية هيئتان مختلفتان. كما تطرق سعادته من خلال تصريحه إلى سعادة الأمين العام لمجلس النواب عبد الرحمن عرو إنه يجب عليه كأمين عام لمجلس النواب سوماليلاند أن يكون قدوة حسنة لأعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 48، ويجب عليه حل خلافاتهم، مضيفا إلى أن سعادة أمين العام المجلس المعارض الراغب بترشيح نفسه إلى رئاسة الجمهورية سوماليلاند فكيف له ذلك إن لم يستطع حل خلافات أعضاء المجلس. كما ناشد مواطني سوماليلاند الأوفياء عدم تصديق إشاعات جاءت على لسان بعض أعضاء المعارضين لتقدم سوماليلاند وحكومته، ولا صلة للحكومة سوماليلاند بما يحدث في مجلس النواب وأعضائه. كما ناشد عضو المجلس سعيد علمي روبلي بعدم إذاعة الفوضى وتشتيت عقول المواطنين من أجل استمرارية ما تصبو إليه سوماليلاند من تقدم واستكمال عملية البناء الوطن. المتحدث الرسمي لقصر رئاسة الجمهورية سوماليلاند السيد أحمد سليمان دحل. شاركت اليوم وزيرة وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية سوماليلاند السيدة زمزم عبدي آدم ونائب وزير وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة شكري إسماعيل حرير في حفل التعليم الموسع لتخرج دفعة جديدة من معاهد نور الدين. شاركت اليوم وزير وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية سوماليلاند السيدة سمسم عبدي آذن ونائب وزير وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة شكري إسماعيل حرير وعدد آخر من المسؤولين في حفل تعليمي موسع للإعلام عن تخريج دفعة جديدة بمعاهد نور الدين للبنات ومنح الأربعة الأوائل جوائز ذهبية. هذا وفي بداية هذه المناسبة تحدث مدير عام معاهد نور الدين سعادة مهد إبراهيم محمد، تطرق من خلال كلمته إلى المراحل العديدة التي مرت بها المعاهد نور الدين من أجل المساهمة في تقدم العلم وإزالة الجهل. هذا وتحدث أيضا في هذه المناسبة نائب وزير وزارة الشؤون الاجتماعية هنأت الطالبات الأوائل على تفوقهن، وتحدثت أيضا وزير وزارة التربية والتعليم العالي بكلمة أعربت عن سعادتها بهذا النجاح وأشادت بمجهودات المعهد نور الدين اتجاه رفع مستوى تعليم البنات في سوماليلاند. قام اليوم كل من نائب وزير وزارة الإعلام والتوعية والمدير العام لوزارة الإعلام وعدد من الخبراء بجولة تفقدية لمراكز عديدة الذي يتم فيها استخراج بطاقات الشخصية لمواطني سوماليلاند. قام اليوم كلنا من نائب وزير وزارة الإعلام والتوعية بجمهورية سوماليلاند سعادة عبد الواحد عبد القادر عبد الرحمن ومدير العام بالوزارة محمد آذن علمي الكعسي وعدد من الخبراء قاموا بجولات تفقدية إلى المراكز التي يتم فيها استخراج البطاقات الشخصية للمواطني سوماليلاند. وتحدث بكلمة نائب وزير وزارة الإعلام والتوعية سعادة عبد الواحد عبد القادر عبد الرحمن هن أولا مواطني سوماليلاند لمشاركتهم في هذه المرحلة لاستخراج البطاقات الشخصية، كما ناشد باقي المواطنين بخروج واستخراج بطاقات الشخصية. كما تحدث مدير العام لوزارة الإعلام سعادة محمد آدم الكعسي بكلمة أعرب عن سعادته بهذا الإقبال من قبل مواطني سوماليلاند، كما أجروا لقاءات مع مسؤولي هذا المراكز وطلع على سير عملية بالنظام ويسر. كما تحدث في المناسبة أيضا رئيس لجنة الألعاب الأولمبية سعاد حسن ورابع أشار من خلال كلمته إلى أهمية مشاركة في عملية استخراج البطاقة الشخصية لكافة المواطنين. قام اليوم مسؤولون كبار من اللجنة الوطنية المشرفة على أعمال
التمهيد بطريق طوعت وبرفقتهم وفد مكون من مواطني جمهورية سومالي المغتربين بالخارج بجولة إلى طريق للاطلاع على كيفية سير الأعمال وتمهيد وإصلاح الطريق الرابط بين مقاطعة سلحلي ومدينة هرقيسة. قام اليوم مسؤولين كبار من اللجنة الوطنية المشرفة على أعمال تمهيد طريق ضوقعض برفقته وفد مكون من مواطني جمهورية سومالي المغتربين بالخارج بجولة إلى الطريق للاطلاع على كيفية سير عملية تمهيد وإصلاح الطريق الرابط بين مقاطعة سلحلي ومدينة هرقيسة. وفي كلمة للمهندس المشرف على عملية التمهيد السيد محمود موسى قولي أشار من خلال كلمته بأن عملية بناء الطريق الرابط بين سلحلي وهرقيسة تسير على الشكل المطلوب، وتحدث أيضا عن الخطط المستقبلية لاستكمال الطريق. وفي كلمة لنائب رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على أعمال بناء طريق ضوقعاد الشيخ محمد علي قيدي أشار من خلالها عن المراحل العديدة التي مر بها بناء الطريق وأثنى على المواطنين القاطنين بدولة قطر على مشاركتهم الفعالة ودعمهم المتواصل لمشروع بناء طريق الرابط بمقاطعة سلحلي بالعاصمة هرقيسة. وفي الختام تحدث أحد مواطني سومالي المغتربين بدولة قطر بكلمة أشار من خلالها عن مدى التطور التي وصل إليها بناء الطريق، وحث كافة المغتربين بضرورة المشاركة في عملية البناء الطريق الرابط بين سلحلي وهرقيسة. صرح اليوم أعضاء جمعية ناوي النسائية من خلال مؤتمر صحفي عقدوه في مقر مكتبهم عن تأييدهم التام لحكومة سومالي، وأيضا عبروا من خلال المؤتمر الصحفي عن استيائهم من تصريحات الحزاب المعارضة. صرح اليوم أعضاء جمعيتنا والنسائية بجمهورية سومايلاند من خلال مؤتمر صحفي عقدوه في مكتبهم بتأييدهم التام لحكومة سومايلاند. عبروا أيضا عن استيائهم من تصريحات بعض أحزاب المعارضة التي تخلق حالة من الفوضى في البلاد من خلال تصريحاتهم الكاذبة التي لا تنم إلى الحقيقة بأي صلة. وتحدث في هذه المناسبة السيدة أنيسة نور عقال مدير عام جمعيتنا والنسائية بكلمة أشارت من خلالها إن على مواطني سومايلاند عدم تصديق كل ما يدعى من أخبار كاذبة لأنها ليست لصالح العام في الوطن. وتحدث أيضا نائب مدير عام لجمعيتنا والنسائية السيدة ستين حسن بكلمة ناشدت من خلالها أعضاء مجلس النواب لحل خلافاتهم بطريقة عقلانية بعيدا عن تبادل الاتهامات بين أعضاء المجلس. وتحدث أيضا في هذه المناسبة مدير عام لجنة المساعدات الإنسانية لقصر رئاسة الجمهورية السيدة آمنة محمود ديرية، تحدثت من خلال كلمتها عن إنجازات حزب كلمية وحكومة سومايلاند خلال الفترة السابقة، واصفة إياها أنها تحمل الكثير من الإنجازات والأعمال العظيمة من خلال البناء وتشييد الطرق والمباني الحكومية ورفع مستوى الاقتصادي في البلد. وتحدث في هذه المناسبة أيضا بعض أعضاء جمعيتنا والنسائية بجمهورية سومايلاند عبروا من خلال كلماتهم عن استيائهم التام من بعض أعضاء مجلس النواب وتصريحاتهم، وناشدوا مواطني سومايلاند بالمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد. وفي الشأن العالمي، انفجار صاروخ فضائي أنتاريوس التابع لشركة أوربيتال سايمنز الأمريكية بعد ثواني من إطلاقه نحو المحطة الفضائية الدولية من قاعدة الويس الفضائية. انفجر الصاروخ الفضائي أنتاريوس التابع لشركة أوربيتال سايمنز الأمريكية بعد ثواني من إطلاقه نحو المحطة الفضائية الدولية. الانفجار وقع بعد إطلاق الصاروخ من قاعدة واليس الفضائية في ساحل فرجينيا حاملا إليها الكبسولة غير المأهولة تينغوس المحملة بأكثر من 2200 كيلوغرام من الغذاء والمواد الخاصة بالتجارب ومعدات لمحطة الفضاء. ومدير محطة البرنامج تحدث بقوله: نحن بصدد حماية المحطة من أي حادث مشابه أن يقع مرة أخرى، فسنبقى على العتاد اللوجستي داخل المحطة الفضائية لفترة تتراوح ما بين 4 أو 5 أشهر. مشاهدين الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل لقاء بكم في نشراتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.